اللي قدامك ده مصنف اكثر حيوان دموية على الكوكب، وده ليه؟ هقولك ليه، بس الاول لازم تعرف ايه الحيوان ده. حيوان الميركات، تيمون الحقيقي. الحيوان ده شعاره في الحياة تلعب على مين فوق بابا ما انتش قدنا، ده احنا عصابة. وده لانه بيعيش في مجموعات او تقدر تقول عصابات بيوصل عددها لخمسين فرد او اكتر. العصابة منهم بتحدد المنطقة اللي هتكون وطن ليه، وبيعينوا عدد منهم كحراس، واللي بيدوا انذار للباقيين علشان يستخبوا لما يلمحوا اي طائر جارح، وفي نفس الوقت بيأمنوا المنطقة بتاعتهم، واللي هيعدي الخط ده هيموت، خاصة من الأفاعي عدوهم اللدود، ولو العصابة لمحت أفعى بيتكتروا عليها لحد ما يخلصوا عليها. واللي مقوي قلبهم كده انهم ما بيتأثروش بسم الافاعي، محصنين ضده ومحصنين ضد سم العقارب برضه. الغريب ان العلماء اكتشفوا ان الحيوانات دي هي الاشرس على الاطلاق، وده لان 20% من وفياتهم نتيجة لصراعات وخناقات ما بينهم وبين بعض. قولنا في التعليقات اكتر معلومة استغربتها.